العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيها. السوري في الأردن، الأردن وصل طاقته، الأردن تحمل المسؤولية وعلي أن أقول بصراحة تحمل الكثير منها لوحده. أهالي درعا يطرقون أبواب الملاجئ المغلقة والقصف يحصد مزيدا من الضحايا، وعمان تتحدث عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار. في خضم الهجوم العسكري بالحديدة، جريفيث متفائل بفرص استئناف الحوار. حماس تؤكد استمرار مسيرات العودة بالوسائل السلمية حتى رفع الحصار عن غزة. وأيضا وانتقام يعني شيء مخجل الحقيقة من ما سمي بجيش وجيش وطني أيضا يعني، وهذا مبالغة كبيرة الحقيقة كشفتها هذه الأحداث. هناك تشفي وانتقام يعني شيء مخجل الحقيقة من ما سمي بجيش. وقبل ذلك نبدأ العربي اليوم بموجز للأخبار. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيجريان مناقشات مفصلة بشأن سوريا عند اجتماعهما في يوليو تموز المقبل. وذكر بيسكوف أنه إذا أثار ترامب قضية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية فإن بوتين سيؤكد مجددا أن موسكو ليس لها علاقة بالأمر، وأضاف أن روسيا على استعداد للمضي نحو تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة إن أبدت واشنطن القدر نفسه من الاستعداد. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت إن عودة النازحين السوريين تتم بملء إرادتهم، ونفى صحافة التقارير التي تحدثت عن تعرضهم لضغوط. كما أكد عون التزام بيروت بالقرارات الدولية والهدنة التي رسخها القرار 1801 مع احتفاظ لبنان بحق الدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء إسرائيلي على أراضيه. قررت الحكومة الماليزية سحب قواتها العسكرية من السعودية، وقال وزير الدفاع محمد سابو إنه ستتم إعادة القوات الماليزية في السعودية إلى وطنها قريبا من دون تحديد موعد، وأضاف أن بلاده لم تشارك خلال فترة انتشارها بالسعودية في حرب اليمن، مشيرا إلى أن ماليزيا مارست منذ البداية سياسة عدم الانحياز. قال مسؤول في خفر السواحل الليبي أن هناك مخاوف من غرق نحو 100 شخص كانوا على متن مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل غربي ليبيا. وأضاف أن خفر السواحل أنقذ 14 شخصا إلى الشرق مباشرة من العاصمة طرابلس. وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية هذا العام وصول ما يزيد على 11 ألف مهاجر من ليبيا، وهو انخفاض بأكثر من 80% مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2016 و2017. تنعقد في محكمة العدل الدولية في لاهاي الجلسة الثالثة والأخيرة للنظر في الشكوى التي قدمتها قطر ضد الإمارات لمطالبتها بوقف التمييز ضد المواطنين القطريين بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز. وأكد الوكيل القانوني لدولة قطر محمد الخليفي أن المرافعة الإماراتية تضمنت بيانات زائفة وملفقة الغرض منها تبرير التدخل في شؤون قطر الداخلية والإجراءات التمييزية ضد القطريين. وعرض الفريق القطري أدلة على أن الدوحة بذلت جهودا كبيرة لمحاولة حل الأزمة الخليجية بالحوار، إلا أنها قوبلت بالرفض من الأطراف الأخرى. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بكين تعتقد أن ميانمار مستعدة لعودة مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين الذين نزحوا إلى بنغلاديش هربا من العنف. وقال وانغ في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه بوزير خارجية بنغلاديش إنه التقى بمسؤول كبير في حكومة ميانمار وتلقى منه تقريرا عن جهود ميانمار لحل مشكلة إعادة التوطين.
تحولت المناطق الحدودية بين سوريا والأردن والشريط الحدودي مع إسرائيل قرب الجولان المحتل إلى ملجأ لأكثر من 150 ألف سوري هربوا من القصف العنيف للنظام السوري وحلفائه على مدن ريف درعا وبلداته. وقال متحدث باسم الدفاع المدني أن معظم النازحين تجمعوا في بلدات غصم ونصيب والندى والسهول المحيطة بها قرب الحدود الأردنية بعد أن أغلقت أو أغلقت الحدود دونهم. في هذه الأثناء يتواصل الهجوم البري والجوي للنظام وحلفائه الروس والإيرانيين بريف درعا الشرقي، في حين أشارت مصادر أردنية إلى التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار بعد انهيار هدنة الليلة الماضية. هكذا يبدو ليل درعا. مقاتلات روسية تواصل هجومها العسكري على مهد الثورة، صواريخ من الجو وقتل على الأرض. يطول ليل درعا وتطول مأساتها. أما في الصباح فالوضع لا يختلف، صواريخ من الجو وقتل على الأرض، حطام وركام، مباني مدمرة وشعب مهجر. هذا في الوقت الذي كانت فيه أطراف النزاع تلتقي بعمان الأردنية لتخرج بعد ذلك روسيا معلنة اتفاق هدنة لمدة 12 ساعة. مفاوضات الهدنة ضمت روسيا والجيش الحر وغاب عنها نظام الأسد، وهو ما قد يستغربه غير المتتبع للشأن السوري. روسيا طالبت المعارضة بتسليم سلاحها والمدينة والمعارضة رفضت، بينما ينتظر الأسد أن يحسم الروس المعركة ليعلن هو انتصاره. أما المأساة الإنسانية فمستمرة، الآلاف من السوريين يواصلون التدفق نحو الحدود مع الأردن. الأمم المتحدة قالت إن عددهم بلغ 50,000 نازح، بينما تؤكد المصادر الميدانية أن الرقم تخطى مئات الآلاف. تختلف الأرقام والمأساة واحدة، القصف من ورائهم والباب الموصد من أمامهم. فالأردن جدد تأكيده أن أرضه لن تستقبل أي نازح مهما كانت الظروف، مبديا نيته إغاثة النازحين ولكن ضمن الأراضي السورية. وبين باب الأردن الموصد وجحيم القصف وصمت العالم يبقى مصير سكان درعا رهين الأيام المقبلة. ينضم إلينا من اسطنبول الصحفي غسان ياسين. سيد ياسين، يعني طبعا الليلة الماضية شهدت جهودا مكثفة من الجانب الأردني في الأمم المتحدة من أجل يعني ضبط الوضع على حدوده في الجنوب السوري تحديدا، والآن يجري الحديث يعني من مصادر أردنية على أن هناك اتفاقا وشيكا لوقف إطلاق النار. ماذا يفهم من ذلك؟ هل هو اتفاق يعني استعادة للاتفاق السابق خفض جعل المنطقة منطقة خفض تصعيد، أم أنه اتفاق نهائي لحل الوضع نهائيا في الجنوب؟ يعني اتفاق خفض التصعيد انتهى بغير رجعة. من قام بخرق هذا الاتفاق الذي أبرم قبل عام بالتمام شهر تموز 2017 هي القوات الروسية والميليشيات الشيعية المتحالفة مع قوات ما تبقى من نظام الأسد. لذلك اتفاق خفض التصعيد انتهى بمجرد اقتحام تلك المناطق وبدأ القصف على المدنيين. المعلومات التي يعني تتواتر الآن عن اتفاق جديد ربما يكون اتفاق نهائي وناجز يتعلق بكل المنطقة الجنوبية. بداية روسيا تريد من الفصائل تسليم السلاح الثقيل وإجراء تسويات مع قوات الأسد محلية، وأيضا بشرط ضمان عودة كل المناطق لسيطرة النظام بما فيها المعبر، معبر الحدودي، معبر نصيب الحدودي. وهذا ما يهم الجانب الأردني بالدرجة الأولى. يعني الأردن لديها مصلحتين أهمها عدم دخول نازحين جدد إليها، ونشهد التصريحات المتصاعدة التي تتحدث عن إغلاق الأبواب، وأيضا يهم أيضا إعادة فتح المعبر. لكن الاتفاق النهائي حتى الآن غير واضح المعالم، لكن أنا أعتقد أنه في ربما الساعات القليلة تشهد إعلان هذا الاتفاق. بالنهاية قوات فصائل المعارضة لا تملك القدرة على مواجهة يعني جحافل نيران العدوان الروسي. تردد أيضا سيد ياسين كل أسلحتها الجوية وصواريخ من أجل
من ضمن هذا الاتفاق تردد بأن الحديث يجري عن مصالحة بين المعارضة والنظام في هذه المنطقة. يعني أيضا للاستيضاح، هل تعتقد أنه أصبح الآن هناك، طبعا واضح أن هناك رغبة إسرائيلية روسية أمريكية، والآن يبدو أن الأردن أيضا منخرط لأسباب تتعلق حيوية بمصلحته يعني على الحدود وغيرها، كما ذكرت موضوع اللاجئين بشكل أساسي، بتنقية هذه المنطقة من المعارضة يجري الحديث عن أيضا إرسالهم إلى أجزاء أخرى ربما في محيط إدلب. بهذا المعنى، هل تعتقد أنه الآن يعني سيستعيد النظام السيطرة الكاملة على الجنوب، وهنا يعني ينتهي كل السنوات السبعة التي يعني عمل المعارضون سواء العسكريين أم المدنيين على يعني تغيير أمر واقع يفرض شروطا معينة في التفاوض مع النظام؟ يعني موضوع المصالحة ربما إذا في حال حدث سوف يكون ستكون مصالحات جزئية. يعني هناك مناطق ربما تميل إلى عقد مصالحات من أجل وقف هذه المقتلة بحق المدنيين. يعني كما ذكرتم بالتقرير قبل قليل، هناك أكثر من 150 ألف مدني نازح من مجموع حوالي 700 ألف مجموع المدنيين الذين يقعون في مناطق سيطرة المعارضة. بالنسبة لموضوع الصيغة النهائية للاتفاق، حتى الآن غير واضحة المعالم، لكن أعتقد أنها في طريقها إلى الإنجاز، بسبب أن هناك رغبة لدى الجميع، يعني مصلحة إسرائيلية أردنية وأيضا روسية وأمريكية، بعودة ما تبقى من نظام الأسد إلى لسيطرة على كل هذه المناطق، على كل هذا الشريط الحدودي. لا ننسى أن عودة سيطرة النظام هي مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى، لذلك إسرائيل حريصة على عودة قوات الأسد إلى حدودها، بسبب يعني التفاهمات القديمة والتي كانت ترضي إسرائيل إلى حد ما، في حين أن وجود معارضة قوية يقلق الكيان الصهيوني، يقلق دولة الاحتلال، يقلقها. لذلك هي حريصة على عودة الأسد إلى تلك المنطقة، وقدمت تنازل بهذا الأمر. يعني الاتفاق ينص على إبعاد الميليشيات الإيرانية 40 كيلومترا عن حدود فلسطين المحتلة وأيضا الجولان المحتل، لكن إسرائيل قدمت تنازل في هذا الجزئية، ونشهد وجود ميليشيات شيعية هي التي تقاتل الآن فصائل الجيش الحر. لا وجود عملي وكثيف لجيش الأسد بسبب فقدانه للأعداد اللازمة من أجل الدخول في مثل هذه المعارك. لذلك إيران هي من تقاتل على الأرض، وروسيا تقدم لها الدعم الجوي، ولكن وهذه مصلحة إيرانية إسرائيلية بالدرجة الأولى. وأيضا إيران لاعتبارات الأردن عفوا لاعتبارات كثيرة يريد أيضا عودة نظام الأسد إلى السيطرة على معظم الحدود السورية الأردنية بما فيها المعبر. ولكن فصائل المعارضة صحيح أن الآن يعني ما يجري في الجنوب السوري ربما هو تكرار سيناريوهات سابقة شهدناها في الغوطة وغيرها، ولكن سيد ياسين يعني ينظر إلى ما يجري في الجنوب بكثير من الخشية بأنه النهاية، خصوصا وأنه يحكى عن أن القمة بين بوتين وترامب ستتناول كل التفاهمات والتنسيق الأمريكي الروسي في كل المناطق التي يعني هناك تماس إنجاز التعبير بين قوات البلدين، وأيضا يتوقع أن يعني تطلق هذه القمة تشكيل لجنة تتحدث فعلا عن الانتقال السياسي بين مزدوجين. يعني بمعنى الخاتمة هي الآن نشهدها في الجنوب السوري. يعني إذا صحت كلمة خاتمة، أنا أعتقد هي خاتمة العمل العسكري في جنوب سوريا، لكن بالنهاية مطالب الثورة لم تتحقق، لذلك الثورة مستمرة ومطالب السورية مستمرة وإن بأشكال مختلفة. هناك نصف سوريا خارج عن سيطرة الأسد وروسيا، لذلك يعني لا الحديث عن إنهاء ما يمكن تسميته مطالب السوريين هذا أمر غير منطقي وغير مقبول، وأيضا السوريون مستمرون في مطالبهم. ربما هي نهاية مرحلة جزئية، مرحلة عسكرية من عمر الثورة وعمر مطالب السوريين. لكن فقط أعود إلى ما تفضلت به، بالفعل هناك تسريبات الآن عن اتفاق روسي أمريكي جديد يتعلق بالجنوب وقبول إسرائيلي بطبيعة الحال عن عودة الأسد والميليشيات الإيرانية لهذه المنطقة، لكن بضمان أن تقوم روسيا بإبعاد تلك الميليشيات لاحقا إلى مسافة 80 كيلومتر ونشر شرطة عسكرية روسية على طول الحدود السورية مع في الجولان المحتل وأيضا مع الأردن. هذه المعلومات، لكن هذا الاتفاق ينتظر ربما تفاصيله الأخيرة إلى حين موعد قمة بوتين ترامب من أجل إنجازه. لكن حتى ذاك الوقت كلها تكهنات. المعارضة لا تزال حتى بالجنوب حاضرة بقوة، وتستطيع بالفعل خلط الأوراق وإبداء مقاومة
لتلك الميليشيات، لكن لا ننسى أن فصائل المعارضة يهمها بالدرجة الأولى حياة المدنيين، يعني بالنهاية هم بالأساس وجدوا من أجل حماية المدنيين على مدار 8 سنوات، منعوا عنهم النظام، منعوا عنهم الميليشيات الإيرانية، لكن كل هذه الميليشيات لم تستطع قهرهم، لذلك جاءت روسيا في العام الأخير وأيضا قدمت الدعم العسكري لتلك الميليشيات ولقوات ما تبقى من نظام الأسد. لذلك مصلحة المدنيين هي مسؤولية أولى لدى فصائل المعارضة، لذلك هي تضع هذا الاعتبار أثناء المفاوضات، وأنا أعتقد أنها تستطيع تحسين شروط التفاوض، ربما أيضا تضع اعتبارات يعني نصائح أمريكية طلبت منها التجاوب وعدم الانخراط في عمل عسكري أكثر من ذلك كما تريد روسيا بشكل من إسطنبول، لكن ننتظر الساعات القادمة من أجل ربما يعني لتتضح الصورة أكثر كما ذكرت. شكرا لك الصحفي غسان ياسين من إسطنبول. وهذا ما يهم المعارضة بدرجة أولى. ونتابع بعد الفاصل. في خضم التصعيد العسكري بالحديدة، جريفيث متفائل بفرص استئناف الحوار. أهلا بكم من جديد. توقع مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عودة طرفي الحرب إلى طاولة المفاوضات قريبا وللمرة الأولى منذ نحو 2 عامين، وقال إنهما أكدا رغبتهما في استئناف المحادثات. وقال جريفيث إنه يود جمع الطرفين في غضون أسابيع على الأكثر، وطالب مجلس الأمن الدولي بالاجتماع الأسبوع المقبل ليتم عرض خطة بشأن كيفية استئناف المحادثات في اليمن. في تلك الأثناء أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معه أعلن تحقيق تقدم نحو شمالي محافظة الحديدة على حساب الحوثيين. لم تتوقف المعارك في الحديدة بين القوات التي تتبع الرئيس هادي ومسلحي الحوثيين منذ أسابيع، لا بل ويرى مراقبون أن وتيرة العمليات القتالية في توسع وازدياد. أشد المعارك تدور رعاها الآن جنوب غرب مديرية الدرهم باتجاه قرى القازة والنخل وخط الشيخ. عشرات القتلى والجرحى سقطوا من الطرفين. في جانب آخر، لم يتوقف قصف قوات التحالف على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء منذ أيام. تدفق موجات النزوح من الساحل الغربي بازدياد. بعض النازحين اتجه صوب المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال البلاد، والبعض الآخر قصد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة. كلاهما مكره على النزوح، وكلهم لا يقصدون من النزوح سوى الأمان لا أكثر. وبموازاة ذلك كله، نشط المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في تحركاته لإيقاف الحرب أو للتخفيف من حدتها على الأقل، وقد أنهى جولة جديدة من المفاوضات مع الأطراف اليمنية في عدن ومسقط. ما زال جريفيث يأمل في أن تكون الحديدة مفتاح السلام في اليمن بدلا من أن تكون عقدة الحرب التي يصعب حلها. وعلى الرغم من تفاؤل المبعوث الأممي، إلا أن لهيب المعارك يستعر في معظم جبهات القتال في اليمن. منطقة نهم شرق صنعاء ومحافظات البيضاء والجوف وتعز ولحج وأبين وصعدة، معارك لن يوقفها إلا الاتفاق والسلام. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي. وللمزيد ينضم إلينا من برلين الباحث في الشأن اليمني علي العبسي، مرحبا بك. إذن المبعوث الدولي قال إنه متفائل بعودة طرفي الحوار إلى طاولة المفاوضات بعد حوالي 2 عامين من الانقطاع، هل برأيك يبدو ذلك ممكنا الآن في ظل التصعيد العسكري المتواصل الآن والمستمر في الحديدة؟ أنا أعتقد أن هذا تفاؤل مبالغ فيه، يعني أو هو أكثر النوايا أو تمنيات أكثر ما هو حقائق على أرض الواقع. ما نراه على أرض الواقع مختلف تماما، يعني أعتقد أن الطرفين مصممان على المواجهة العسكرية. مسألة أن هناك نية لإجراء مفاوضات، كل طرف لديه أسبابه لإجراء هذه المفاوضات. الحوثيون يحاولون كسب مزيد من الوقت، ترتيب صفوفهم، تخفيف الضغط الدولي العسكري عليهم. مبعوث الأمم المتحدة يريد تحقيق أي تقدم من أي نوع بأي شكل،
في مباحثاته مع الأطراف اليمنية باعتبار أنه يعني عين جديدا ويريد أن يحقق أي اختراق في هذا المسألة. التحالف العربي والحكومة الشرعية ليس لديها خيار، هي تطالب، هي تدعو إلى السلم وتؤكد على الحل السلمي للصراع وتدعو له، ولذلك لا تستطيع أن ترفض دعوات بإجراء مفاوضات من أي نوع. ايضا المبعوث الدولي يقول المبعوث الدولي يقول انه يحاول اخلاء الحوثيين بتسليم الحديده حتى تكون تحت اشراف الامم المتحده، برايك ما مدى امكانيه تحقيق ذلك ونحن نعلم ان الحوثيين متمسكون جدا بهذه المدينه الاستراتيجيه؟ ماذا تعني الحديده للحوثيين؟ الحديده هي شريان التمويل الرئيسي للحوثيين، هي مدخل، هي الميناء الرئيسي لليمن، 70% من بضائع وسلع اليمن ومساعدة الدولية تدخل عن طريق هذا الميناء. تخيل إيرادات المتردية من الجمارك، من الضرائب، السيطرة على الحياة الاقتصادية في اليمن تتم عنها طريق هذا الميناء، ولذلك لا يعتقد أن الحوثيين سيسلمون هذا الميناء يعني بسهولة أو أنهم سيسلمونه سلما. كل ما يريدونه الآن هو عمارة تضيع من المزيد من الوقت، محاولة تكثيف الضغط الدولي على التحالف على الحكومة الشرعية لمنع اقتحام المدينة عسكريا ومنع وقوع ضحايا. أما أنهم سيسلمونها هكذا سلما فلا أعتقد، هذا ما أعتقد بالنسبة لهم عملية انتحار، انتحار اقتصادي إذا سلموا ميناء مثل هذا الميناء بهذه السهولة. أيضا المبعوث الدولي يقول أنه متفائل، في المقابل الرئيس هادي والحكومة الشرعية متمسكة بالمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، والقانون أو القرار مجلس الأمن عدد 2216. هذه المرجعيات نفسها يرفضها الحوثيون تماما يعني بشكل قاطع. هل الحكومة الشرعية وهادي يمكن أن يقدموا أي تنازلات من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات؟ هل هذا الأمر وارد؟ أنا أعتقد أنه صعب للغاية، يعني نحن نتحدث الآن، المفترض أن الحديث يكون الآن ليس بين بحث عن حل بين طرفين سياسيين، الحل موجود، الحل هو قرارات مجلس قرار مجلس الأمن 2216 الذي أكد على مرجعيات مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، ولكن الحوثيون يرفضون مفضل منذ البداية. بالضبط بالضبط، هم يرفضون من البداية. أعتقد أن الحكومة لا تستطيع أن تقدم لهم شيء، لا تستطيع أن تتنازل عن شرعيتها، لا تملك هذا الخيار، بمعنى أنها تعترف بالحوثيين كطرف سياسي لهم حقوق معينة وفي يدها حل جاهز يقر بشرعيتها ويقر بحقها في موقفها. يعني أعتقد الحكومة الشرعية إذا ما ذهبت إلى المفاوضات فإنها لن تستطيع أن تقدم أكثر من نوع من المرونة في المواعيد، المرونة في ترتيب الخطوات، هل تشكل حكومة وحدة وطنية أولا أو هل على الحوثيين تسليم السلاح أولا؟ لا. هكذا أعتقد أن الحكومة ستذهب. أما أنها ستسلم لهم بالحوثيين وستتخلى عن مرجعياتها وستتخلى عن القرار 2216، هذا أيضا انتحار سياسي بالنسبة للحكومة الشرعية، وهي بذلك تسلم أن الحوثيين طرف سياسي ليسوا انقلابيين وأنهم طرف سياسي له حقوق سياسية، بينما الواقع يقول غير ذلك. الحوثيين طرف انقلابي انقلب على الشرعية وانقلب على اتفاقيات الوطنية. ولكن وضع الأرض اليوم، الوضع العسكري على الأرض اليوم ربما يفرض معادلات جديدة. تحدثت منذ قليل عن تكثيف الضغوط الدولية على كل أطراف الصراع اليوم للجلوس إلى طاولة المفاوضات. مجلس الأمن الدولي عقد 3 جلسات في غضون 20 يوم تقريبا حول اليمن. لماذا لا توجد هناك رغبة حقيقية وإرادة حقيقية لإلزام كل الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وتجنيب اليمنيين ويلات الحرب لا سيما في الحديدة؟ هذه إرادات الدول الكبرى والدول والقوى العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. أعتقد أن ليست لديها مصلحة مباشرة في مسألة حل الوضع في اليمن، أو أنها، وهذا أرى أنه أكثر احتمالية، تركت ملف اليمني للقوى الإقليمية، تركت ملف اليمني للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والقوى الإقليمية الأخرى، وهي تستغله أو يعني تستخدمه أحيانا بين الحين والأخرى في ابتزاز هذه الدول أو في الحصول على يعني تسويق أسلحة، تسويق مواقف سياسية أو الضغط على هذه الدول عن طريق هذا الملف، لكنها لا تمتلك فعلا مصلحة حقيقية في إيقاف هذا الحرب. وعلينا نعلم أن الأمم المتحدة لم تستطع يوما أن تحل نزاعا معينا كان داخليا أو دوليا بجهودها الذاتية، كان لابد من وجود طرف دولي قوي، قوة دولية عظمى تقوم بطرح الحل ويتم إخراجه في إطار الأمم المتحدة. أما الأمم المتحدة بذاتها بأجهزتها وسلطاتها المملوكة لها لا تستطيع، لا تمتلك أن تفرض حلا على أحد. شكرا لك علي العبسي الباحث في الشأن اليمني، كنت معنا من برلين.
أعلن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر أن قواته المدعومة إماراتيا سيطرت على مدينة درنا بشكل كامل بعد أسابيع من بدء هجوم شامل على آخر معاقل معارضيه في الشرق الليبي. وتحدث حفتر عن تثبيت قبضته على موانئ الهلال النفطي بعد سيطرة قوات قائد حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم جدران على ميناءي سدرة ورأس لنوف. إلا أن مصادر من قوة حماية درنا المشكلة من مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها سابقا نفت سيطرة قوات حفتر على كامل المدينة وأكدت تمركز مقاتليها في مناطق عدة داخلها. بعد كفاح مرير وتضحيات جسام ليتواصل الكفاح حتى هذا اليوم المجيد الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنا. درنا تحررت من الإرهاب، هكذا أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن استكمال سيطرة قواته على درنا بعد معركة كان قد أطلقها في 7 مايو أيار الماضي. لكن حقيقة الميدان تحدث بتواصل المواجهات بين قواته وبين تشكيل قوة حماية درنا في أحياء متفرقة، بل أن عناصر التشكيل قد استعادوا في الأونة الأخيرة طبقا لمصادر ميدانية مواقع داخل المدينة بعد إفراغ جبهة درنا من المقاتلين الموالين لحفتر الذين تم نقلهم لمواجهة هجوم آمر جهاز حرس المنشآت السابق إبراهيم الجذران على الموانئ النفطية. غدت معركة بنغازي في مواجهة تشكيل مجلس شورى ثوار بنغازي أعلن حفتر السيطرة على المدينة في مناسبتين تبين لاحقا أن الغرض من الإعلان سياسي بالأساس. الهدف منه وفق متابعين رص صفوف الجبهة الداخلية في معسكر اللواء المتقاعد الذي لم يعد متماسكا كحاله عند إطلاق عملية الكرامة عام 2014. إعلان السيطرة على درنا يأتي متزامنا مع قرار حفتر نقل تبعية الموانئ النفطية إلى الحكومة الموالية له شرق البلاد. تحقيق أي مكسب على الأرض بما فيها مثل هذا العمل الذي قام به في الموانئ النفطية هو يعزز من تقدم وتحقيق مزيد من النتائج سواء كانت عسكرية أو سياسية، الأمر الذي سيعطيه مساحات أكبر. لم يكن إعلان حفتر السيطرة على درنا أمرا غير متوقع على المدى المنظور بالنظر إلى تفاوت القوى بين حفتر ومناوئيه داخل المدينة، بيد أن ما يشغل المتابعين هو نزوع اللواء المتقاعد إلى خطوات متلاحقة أحادية الجانب لم ينجح المجتمع الدولي في إيقافها ولا قبل حكومة الوفاق غرب البلاد بمجابهتها. أحكم حفتر فعلا سيطرته على درنا أم ما زال؟ لم يعد لهذا السؤال من وجهة، فما يجب معرفته الآن هو إن كان الرجل يعد العدة لنقل آلة الحرب إلى مناطق أخرى. يتوقف ذلك على ذرائع اللواء المتقاعد وهو الذي لم يعدمها يوما. خليل كلاعي للتلفزيون العربي، طرابلس، ليبيا. وللمزيد ينضم إلينا من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب. مرحبا بك سيد عبد المطلب. إذن حفتر يسيطر على درنا، يسيطر على الهلال النفطي، عزز من موقفه العسكري والسياسي أيضا اليوم في ليبيا. ماذا عن موقف الحكومة في طرابلس؟ حفتر بذلك هو يحقق تفوقا جديدا مرة أخرى على طرابلس. أهلا وسهلا. الحقيقة ابتداء التقرير بحيادية كاملة على المعلومات اللي عندنا والمعلومات والأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء، يعني رواية حفتر هذه نصف الحقيقة إذا صح التعبير، قد تكون حتى أقل من النصف. لا يمكن لي، بالأمس خرجت الأخبار أن هناك قتال شوارع وهناك كر وفر وحرب عصابات من قبل قوات حماية درنا، وحتى هناك بعض الشباب وبعض الناس الذين لا يتفقون مع مجاهدي درنا استفزهم سلوك جيش الكرامة التابع لحفتر، لأن حصلت انتهاكات وقطع آذان وتنكيل، وبالتالي يعني ما زالت المسألة لم تحسم بعد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، البيان الذي سمعناه من حفتر، اللغة التي استخدمها لغة فيها كلمة السحق والمحق، كلمات الجدافي، كلمات الطغاة وكلمات القادة الذين يتكلمون عن شعوبهم وكأنهم حشرات أو شيئا من هذا، السحق والمحق والزحف المقدس. وحسيت أني من البيان والمزج ما بين
اللغة القديمة، اللغة الخشبية القديمة التي طورها زمان البعث والقوميين العرب عندما قالوا الجسم هو العروبة والروح الإسلام، استخدم آيات قرآنية في غير موضعها. نعم. لغة طيب. كلمات وحق يراد بها باطل. طيب بغض النظر عن خطاب حفتر سيد عبد المطلب، بغض النظر عن خطاب حفتر واللغة التي يستخدمها، هو اليوم يسيطر على مناطق شاسعة في شرق ليبيا، يسيطر على مناطق الهلال النفطي، ما هو موقف حكومة طرابلس اليوم من كل هذا؟ نعم أختم، شممت في هذه اللغة يعني كاتبينها صحفيين مصريين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، موقف حكومة الوفاق، نحن للأسف نعم هي معترف بها دوليا وأعلنت أن قصة ليبيا لا تحل إلا بالسياسة ومعها المجتمع الدولي، وجزء كبير من الرأي العام يرى هذا، لا يؤمن بالعنف، لأن العنف تعلن أنك سيطرت على الأرض، ولكن هل سيطرت على الناس والقلوب؟ أثار الحرب، الحرب معروفة أنها تنجب الأحقاد والضغائن وكذا، ولا تحل المسألة الليبية. وصلوا إلى قناعة الناس هنا في مصراتة، في طرابلس، في الزنتان، في الزاوية، في كل مكان في الجنوب، وصلوا إلى هذه القضية. وما زال حفتر يعاني من مشكلة مصداقية، لأنه انتهك حقوق الإنسان في بني غازي وفي درنة، وبالتالي هذا ليس يعني الجيش لا يفعل هذا بمواطنيه. النقطة الثانية، عند مشكلة أخرى، موالي يتلقى في الدعم من مصر ومن فرنسا ومن الإمارات، وبالتالي لا تستطيع أن تضرب بني وطنك بحجة الإرهاب بدعم من دول أخرى عندها أطماع في ليبيا. إذن نرجع مرة أخرى لسؤال حضرتك، مسألة حكومة الوفاق، أستطيع أن أقول لك أنا كمتتبع ومتخصص في طرابلس، عاجزة حكومة الوفاق، لا تملك إلا البيانات وأنها ترفض كذا وتدين كذا، ولا تستطيع أن تفعل شيء. وقالها السراج مرارا وتكرارا، قال أنا مانيش، مش حكومتي مش حكومة حرب، ولا أستطيع أن أدخل في حروب لا ما لا في طيب تحدثت لا مع قليل حفتر ولا مع غير حفتر. تحدثت عن الدعم الذي يتلقاه حفتر، قلت فرنسا ومصر، وأيضا هناك الإمارات أيضا التي تدعم حفتر في الشرق، ولكن نعم. فرنسا هي من الدول هذا. الراعية للحوار في ليبيا، هي استلمت تقريبا الملف الليبي، أي دور وأي موقف للأطراف الراعية لما يحدث اليوم في ليبيا؟ لماذا لا يوجد هناك تدخل سياسي لوقف هذا التقدم الذي يحققه حفتر؟ فرنسا يا سيدي طبعا دولة نحن نحترمها ونحترم تاريخها وكذا واهتماماتها بشمال أفريقيا، لكن للأسف عندها مشكلة فرنسا، بالرغم من هذا الرئيس الشاب الذي تفاءلنا به خيرا مثقف إلى آخره، فرنسا ما زالت تفكر بعقلية الإمبراطورية والرجوع إلى فزان والأطماع في ليبيا، وصاير ما بينها وما بين إيطاليا مناكفات على ليبيا، باعتبار ليبيا بالنسبة للطليان علاقات اقتصادية كبيرة وثقافية. فرنسا تعلن على الملأ عندها موقف مزدوج بأنها مع حكومة الوفاق ومع الحل السياسي، وتستغل موقفها باعتبار حفتر عندها سلطان على حفتر وعلاقات متميزة مع الإمارات إلى آخره، تدعم، وهذا ثبت في بني غازي، قتل لها ضباط من القوات الخاصة على الأرض. طيب على ذوق كل هذا سقطت لها طائرة عمودية. نعم على ذوق كل هذا سيد عبد المطلب، يعني في مش بإيجاز لو سمعت نظرا لضيق الوقت، ما هي الخيارات المتبقية اليوم أمام حكومة الوفاق؟ أنت تقول بأنها عاجزة اليوم عن القيام بأي شيء، ما هي الخيارات التي لا تزال أمامها اليوم؟ نعم نقطتين، النقطة الأولى إعلان أحمد المسماري الناطق باسم الكرامة باسم جيش حفتر بأنه سوف يذهب إلى الجنوب ويؤمن الحدود من الإرهاب وإلاخره، لا يملك ذلك، هو قعد 4 سنوات في بني غازي، ما عنداش قوات، قتل له بلسانه المعلومات، قال قتل لنا في الهلال النفطي، وهو يتحمل المسؤولية، هذه مسؤولية هؤلاء الشباب الذين قتلوا، زج بهم 183 فيهم جلهم من الضباط، وقيل أن الرقم مضاعف، هذا الرقم الذي أعلنه، وبالتالي هو لا يستطيع أن يذهب، لا يأتي لسرت ولا لمصراتة ولا لطرابلس ولا حتى للجنوب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المطلوب من حكومة الوفاق أن تستغل مرة أخرى، قلناها مرارا وتكرارا، نختم، تستغل الاعتراف الدولي بها، وأن تستعين يعني تحاول أن تضغط على الدول الكبرى بأن يفرملوا لحفتر وغير حفتر
ويأتوا به إلى طاولة المفاوضات وإلى الحل السياسي، لأن ليبيا لا تحل مشكلتها أبدا بالدم والقتل والعنف وهذه اللغة القديمة، لغة السحق والمحق والقتل. أشكرك جزيل الشكر جمال عبد المطلب المحلل السياسي، كنت معنا من طرابلس. بعد الفاصل، قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بشأن الهجرة ويقرون باستمرار الخلافات. أهلا بكم من جديد. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار ستظل ماضية من دون تردد أو توقف وبمختلف وسائلها السلمية حتى رفع الحصار الظالم عن غزة. وعدت الحركة في بيان لها المشاركة الواسعة في المسيرات تأكيدا لوحدة الشعب الفلسطيني ورفضه ما يسمى صفقة القرن. وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة قد دعت إلى مشاركة شعبية واسعة في فعاليات جمعة من غزة إلى الضفة، دم واحد ومصير مشترك في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. ومعنا عبر الهاتف من غزة مراسلنا باسل خلف. باسل، كيف كان الوضع اليوم، وخصوصا أن فرق إطفاء الاحتلال ذكرت أنها تعاملت مع 15 حريقا فيما أسمته غلاف غزة نتيجة سقوط طائرات أو بالونات حرارية؟ نعم نجلاء، هذا اليوم كانت مسيرات جمعة من غزة إلى الضفة مصير واحد ودم مصير مشترك ودم واحد. هذه المسيرات انطلقت بعد صلاة العصر في خمس مناطق على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة. خلال هذه المسيرات التي جاءت سلبية للهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار ومسيرات العودة، شارك المئات الآلاف من المواطنين في هذه المناطق من فئات عمرية مختلفة ومن كافة الفصائل الفلسطينية. اللافت هذه المرة مشاركة قيادة حماس، أيضا القائد حماس في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى أسرى محررون من الضفة الغربية الذين أبعدوا في صفقة شاليط. شاركوا بكلمات أيضا على المنصة الخطابية شرق مدينة غزة تأكيدا على وحدة الفلسطينيين كما جاء في بيان الهيئة. هناك شهيدان حتى هذه اللحظة، أحدهما طفل 13 عاما غير معروف الهوية، بالإضافة إلى شاب فلسطيني آخر 24 عام محمد الحمايدة مدينة رفح أصيب. الطفل أصيب برصاصة مباشرة في الرأس، ولكن هذه الفترات أيضا تخللها إطلاق بالونات حملت صور للشهداء الفلسطينيين وأعلام فلسطين، وأيضا هناك إطلاق للطائرات الورقية التي تحمل أو الطائرات الورقية الحارقة كما تعرف، ولاحظناها في مناطق مختلفة في هذه المسيرات. تقول عبر على لسان المتحدثين باسمها بأنهم ماضون في هذه المسيرات بسلميتها وهم يعتبرون تماما. هنا باسل، حماس كما ذكرت تركز على أن النشاطات أو المسيرات ستكون سلمية، في المقابل أفي دختر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابع للكنيسة يصاعد من اللهجة ويقول بأن الجيش مصر على التعامل مع هذه البالونات الحارقة أو الطائرات الورقية الحارقة حتى لو كان الثمن الذهاب بعملية عسكرية. وفق قناعة حماس هنا وبعض الفصائل الفلسطينية فإن هذه الطائرات الورقية الحارقة عنوانها إشغال المستوطنين والاحتلال في مستوطنات غزة، وكان عنوانا لافتا على إحدى الشعارات أو أحد الشعارات خلال الأسبوع الماضية: إن كنا سنعاني لن نعاني وحدنا، وإن كان الحصار مستمر فيعاني منه أيضا المستوطنون في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة. هذا النهج الذي انتهجته بعض المجموعات فيما يعرف بوحدة الطائرات الورقية منذ اليوم الأول لمسيرات العودة في 30 من آذار الماضي يعتبرونها سلمية في إطار سلمية هذه المسيرات، لكن بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ومن وجهة نظر الفلسطينيين هنا في قطاع غزة هم يعتبرون أن الاحتلال يضخم من نتائج هذه الطائرات الورقية على اعتبار أنه يجهز
لتصعيد كبير لقطاع غزة أو يجر المقاومة الفلسطينية إلى تصعيد كبير. لكن خلال الأسابيع الماضية لاحظنا أمرا لافتا وهو شعار الفصائل الفلسطينية القصف بالقصف، كانت طائرات الاحتلال العسكرية تطلق قذائفها نحو وصواريخها نحو بعض المواقع التابعة للمقاومة، وردت الفصائل الفلسطينية على هذه الصواريخ بقصف بعض المستوطنات المحيطة بالقطاع أو المواقع العسكرية، وبالتالي قد تكون هذه الأحداث تجر المنطقة إلى تصعيد إما أن يكون واسع أو مؤقت لوقف هذه الطائرات الورقية طالما لم نصل إلى أي تسوية سياسية يعني تستوعب مطالب الفلسطينيين المتعلقة بكسر الحصار وتحسين الأوضاع الإنسانية هنا في قطاع غزة. وتأكيدا طبعا إلى ذلك يعني أعلنت الهيئة الوطنية العليا بأنه الجمعة القادمة ستكون جمعة إسقاط الصفقة، وهذا أيضا يؤكد على رفض الفلسطينيين فيما يتعلق بتست الأوضاع الإنسانية دون النظر إلى البعد السياسي للقضية الفلسطينية. شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا باسل خلف. توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة بعد محادثات شاقة ومطولة، لكن التعهدات بتعزيز الحدود شابه الغموض. وأقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الخلافات ما زالت قائمة رغم اتفاق زعماء الاتحاد على المشاركة في استقبال المهاجرين على أساس تطوعي وإنشاء مراكز للتعامل مع طلبات اللجوء. واستجابت دول الاتحاد لمطلب رئيس وزراء إيطاليا الجديد جوزيبي كونتي تشارك بما يتعلق بتشارك المسؤولية الخاصة بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر. إنشاء مراكز مراقبة للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر في البلدان الأوروبية المطلة على حوض المتوسط تعمل على التمييز بسرعة بين الأشخاص المؤهلين للحصول على اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين، على أن يتم توزيع الأشخاص المؤهلين للحماية الدولية في دول الاتحاد الأوروبي المتطوعة لاستقبالهم. هو أبرز القرارات المتعلقة بقمة أوروبية التي كادت أن تفشل بسبب مطالبة إيطاليا الدول الأعضاء بضرورة التضامن معها في مواجهة موجات الهجرة وتحمل مسؤولياتهم. كما اعتمدت القمة الأوروبية أيضا فكرة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بإنشاء منصات استقبال المهاجرين خارج الحدود الأوروبية، لكنها تطرح العديد من الأسئلة حول احترامها أحكام القانون الدولي. سيتعين على أوروبا التأقلم مع ضغوط الهجرة لوقت طويل. يجب أن ننجح في التصدي لهذا التحدي وأن نكون صادقين في الوقت نفسه مع قيمنا. قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا أيضا إلى توافق بشأن العمل على إصلاح نظام دبلن الذي يمنح الدول الأولى التي يصل إليها المهاجرون مسؤولية طلبات اللجوء خلال الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ في الأول من يوليو تموز المقبل. قرارات سمحت لرئيس الحكومة الإيطالية الجديد جوزيبي كونتي الذي كان قد عرقل صدور البيان الختامي بأن يعتبر أن بلاده لم تعد بمفردها في مواجهة ملف الهجرة، ملف سيفرض نفسه مجددا على جدول أعمال القمة الأوروبية القادمة في أكتوبر تشرين الأول. الإجماع على الترحيب بالاتفاق حول الهجرة لا يمكن أن يخفي استمرار الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء في انتظار تفعيل الاتفاق وتقييم نتائجه وربما بروز مشاكل داخلية وإقليمية أخرى. لبيب فهمي، التلفزيون العربي، بروكسل. ومعنا عبر خدمة سكايب من روما الصحفي والمحلل السياسي سمير القريوتي. سيد القريوتي، يعني إيطاليا لا تزال تريد أن ترى عمليا على الأرض التزام بهذا الاتفاق الذي دام ساعات للتوصل إليه، هل إلى هذا الحد نجحت إلى حد ما إيطاليا بأن يعني ترفع حمل المهاجرين وتداعيات الهجرة عن كتفها وتلقيه بشكل خاص ربما على فرنسا بعد الاتهام لها بأنها يعني عليها أن تشارك بعض الكرم الذي تقدمه إيطاليا للمهاجرين أو تعانيه منهم؟ نعم، أعتقد أن إيطاليا استطاعت أن تحقق نجاح ليس بالقليل في هذه القمة، بالرغم من مشكلة الهجرة تمت مواجهتها بهذه المقاربات القريبة بين دولة وأخرى، ولكن ليس عليها إجماع وليس عليها اتفاق نهائي في عدة نقاط. تم قبول حوالي 5 نقاط من برنامج إيطاليا الذي قدم
قبل 10 أيام في القمة الغير رسمية، خاصة فيما يتعلق بتمويل صندوق ضمانات إفريقيا 500 مليون يورو، مبلغ جيد لأعمال تنمية ولأعمال مساعدة الشباب على عدم الهجرة. كذلك مسألة مراكز الإيواء، حيث تحددت بشكل أوضح عما كان مطروحا سابقا، ولو أن فرنسا عادت عبر الرئيس ماكرون للقول بأن على إيطاليا أن تقيم هذه المراكز، حتى أن رئيس الوزراء الإيطالي كونتي قال أن الرئيس ماكرون كان تعبان، لأنه الساعة 4:30 من هذا الفجر، من فجر هذا اليوم، انتهت القمة وخرجت. طيب، ولكن حتى لو كان الرئيس الفرنسي تعب يعني ولم يركز ربما كثيرا، ولكن هذا موضوع خلافي، فكرة أين تنشأ مراكز الإيواء، لأن يعني كان هناك كلام من المسؤولين الإيطاليين حينما ذهبوا إلى ليبيا يريدون أن تنشأ مراكز لل يعني من يودون الهجرة على الحدود الليبية، كان الرد من الليبيين نريدها خارج الحدود. الآن يجري الحديث عن مراكز إيواء في يعني البلدان الأوروبية، هل جرى الحديث عن أي من البلدان الأوروبية مستعدة لأن تقيم مراكز من هذا النوع؟ لا، مرة واحدة جرى الحديث فقط، قالوا ألبانيا وكوسوفو، والآن فرنسا تقول لأن إيطاليا ملزمة. إيطاليا قالت نحن لسنا ملزمون ولن نعلن عن هذه المراكز، ونحن كنا نقصد الحدود الجنوبية لليبيا، أي في مالي والنيجر وتشاد. هناك دول الساحل الإفريقي هي أو دول العبور، هذه هي الفكرة الإيطالية منذ فترة. أنا أعتقد أن هذه القمة وهذه النتيجة، لأن البيان الختامي عبارة عن 5 فصول، 12 نقطة حول الهجرة، النقطة 13 حول الأمن والدفاع، ومتفرع إلى عدة نقاط، ثم الموضوع المالي ومتفرقات. هناك ما زالت مجال لاتفاقيات أقرب، ولكن إيطاليا أكدت مواقفها برفض سفن المهاجرين كما كان في السابق، وبمنع المنظمات الغير حكومية التي تعتبرها السبب في كثرة النشاط تجارة البشر لأنها تستفيد منه ماليا. هناك بعض القيل والقال في هذا المجال، ولكن على أي حال نجحت القمة في عدم الانحلال باستخدام الفيتو، لأننا نعرف أن قرارات القمة الأوروبية تؤخذ بالإجماع، إذا صوتت الدولة معناته البيان الختامي لن يصدر ولن يجري أي اتفاق، وهذا ما تم تجنبه هذه المرة. لأن كونتي هدد أمس الساعة 9:00 بأن يضع الفيتو على كل البيان الختامي، ولكن هذا لم يحدث لأنهم اتفقوا أثناء الليل. شكرا جزيلا لك سمير القريوتي، المحلل السياسي والصحفي، كنت معنا من روما. كشف موقع ميدل إيست أي البريطاني مجموعة جديدة من المراسلات المسربة للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العطيبة، تعمق الشكوك باتجاه دور إماراتي محتمل في التدخلات الخارجية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. التسريبات الجديدة تكشف عن رسائل إلكترونية تظهر أن بعض مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانوا على استعداد لتبادل معلومات عن تعيينات للحكومة الأمريكية مع يوسف العتيبة. وأوضح الموقع أن الرسائل توفر قرائن جديدة لروبرت مولر المحقق الخاص في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية، والذي وسع دائرة تحقيقاته لتشمل شبهات تمويل حملة ترامب من قبل السعودية والإمارات. بحسب الإيميلات المسربة، فقد تعهد توم باراك صديق ترامب المقرب بأن تعمل إدارة ترامب على خدمة مصالح الإمارات، وكذلك تعهد بإطلاع السفير الإماراتي على تفاصيل التعيينات في المناصب رفيعة المستوى داخل إدارة ترامب. هذه التسريبات في الرسائل المتبادلة تثبت أن هناك في الواقع يعني تدخل في مجريات الأمور بالنسبة للحملة الانتخابية، خصوصا بعد فوز ترامب بالانتخابات بالنسبة لتعيينات المراكز الرئيسية داخل الإدارة، معرفة من هي الأسماء، والأسوأ من ذلك الذي ربما قد يكون بالفعل تدخل سافر في الشؤون الأمريكية، هو محاولة ترشيح بعض الأشخاص لهذه الوظائف. الإيميلات تعود إلى فترة الحملة الانتخابية لترامب والفترة التي تلت انتخابه مباشرة. التسريبات لا شك أنها تعطي وجهة نظر إضافية
أو بعد إضافي لهذه الأزمة، أزمة التدخل الأجنبي في صنع القرار أو في السياسة الأمريكية، خصوصا في اللعبة الانتخابية نفسها. كل هذه التفاصيل تضيف معلومات جديدة أمام التحقيق الذي يقوم به المستشار الخاص للإف بي آي روبرت مولر حول علاقة حملة ترامب بالتدخلات الأجنبية. الأنظار الآن متوجهة إلى مجموعة الإيميلات المسربة وإلى ما يمكن للمستشار الخاص روبرت مولر أن يبنيه عليها، خصوصا أن التدخل الأجنبي في الحملات الانتخابية محظور هنا في الولايات المتحدة. رافد جبوري، التلفزيون العربي، واشنطن. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن الكاتب الصحفي محمد المنشاوي، مرحبا بك. يعني تسريبات جديدة لسفير الإمارات في واشنطن ربما لن تكون الأخيرة، ما أهمية هذه التسريبات هذه المرة، لا سيما وأنها تعلقت بموضوع كثر الجدل والحديث حوله في الولايات المتحدة وهو التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الماضية؟ كما ذكرت، هذا الفصل من التدخل الإماراتي أو الكشف عن التدخل الإماراتي يضيف إلى ما هو معروف أساسا من تدخل كبير في الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي أتت بدونالد ترامب رئيسا. هناك تحقيقات ما زالت تجري في مجلس الشيوخ، وهي تحقيقات لم يعلن نتائجها بعد، وتحقيقات أخرى يجريها المحقق المستقل مولر، ولم يتحدث بعد مولر بعد أكثر من عام ونصف على بدء هذه التحقيقات، هو في جعبته الكثير، وكل تسريب جديد وكل معلومة جديدة تضاف إلى ما لديه ولم يتحدث عنه بعد. المؤكد اليوم أن هناك تدخل إماراتي في الحملة الانتخابية، وقد يكون هناك تمويل أيضا، وهذا شيء مخالف للقوانين وقد يعارض البعض المسألة القانونية. بعض أعضاء حملة ترامب المقربين من الإمارات أدينوا في هذه التحقيقات، والبعض في انتظار محاكمته، وهي تكشف عن فصل آخر من العلاقة الإماراتية الكبيرة مع بعض دوائر المال والأعمال في واشنطن. طيب. توم باراك أحد أهم أصدقاء الرئيس ترامب، هو صديق شخصي لوالد السفير الإماراتي في واشنطن، وهو كان وزير البترول والطاقة الإماراتي السابق الوزير العتيبة، من هنا كانت المدخل للإدارة ترامب. طيب، تحدثت عن تمويل ربما محتمل للإمارات والسعودية لحملة ترامب، في هذه النقطة بالذات ما هي المعطيات المتوفرة حتى الآن؟ لا توجد قرائن حتى الآن على تمويل مباشر من الإمارات أو السعودية، وإن حدثت فهذه جريمة فيدرالية كبيرة ستخضع الحملة الانتخابية للرئيس ترامب أمام القضاء الأمريكي، وقد تؤثر سلبا على العلاقات الأمريكية الإماراتية والسعودية. هم حلفاء في ملفات كثيرة، أمن الخليج والمواجهة مع إيران ومكافحة الإرهاب، لكن أن تتدخل دول حليفة الولايات المتحدة في الشأن الداخلي وفي اختيارات الناخب الأمريكي، هذا خط أحمر لن ترضاه واشنطن ولا كونغرس الأمريكي. سيكون هناك عقاب كبير إذا تم إدانة هذه الدول بتدخل المادي في هذه الانتخابات. يعني معلومة أن هناك لوبي إماراتي وسعودي قوي ونافذ في واشنطن، هل في ظل عهد ترامب لا يزال هذا اللوبي يعني قادرا على الفعل في دوائر القرار في الولايات المتحدة؟ هل تعزز دوره أكثر في ظل إدارة ترامب؟ ليس بالضرورة، واشنطن مدينة مفتوحة، ومن لديه المال ولديه العقل يستطيع أن يسيطر ويعمل ويكون له تأثير كبير، وهذا ما فعلته الإمارات بذكاء قبل الأزمة الخليجية الأخيرة. لكن هناك خطوط حمراء، قد تكون هناك جهود للوبي ناجحة تجاه دولة عدوة مثل إيران في حالة الإمارات، أن تكون هناك لوبي من أجل الموافقة على برامج تسليح الإمارات ومشتريات وخلافه، لكن أن تتدخل في السياسة الداخلية الأمريكية هذا ليس أحد أنشطة اللوبي القانونية هنا ولا يسمح بها القانون. كل أنشطة اللوبي مسجلة مع وزارة العدل الأمريكية، ويستطيع المواطن الأمريكي والمشرع التحقق منها والاطلاع عليها، لكن هذه كلها أنشطة قانونية. لكن النشاط غير القانوني لا يتم تدوينه ولا يتم الإقرار به، وهو التدخل في الشأن الأمريكي، هذا خط أحمر وهو غير قانوني. شكرا جزيلا لك محمد المنشاوي كاتب الصحفي، حدثتنا من واشنطن. يواصل المنتخب البرتغالي تحضيراته استعدادا لمواجهة منتخب الأوروغواي يوم السبت في ثمن نهائي مونديال روسيا، ويحاول زملاء كريستيانو رونالدو العودة بقوة من أجل بلوغ أدوار متقدمة في المونديال الروسي والتتويج بأول لقب عالمي لهم، لكن ذلك يتطلب الفوز على منافس بلغ أوج قوته بعد أن تصدر المجموعة الأولى، فيما أنهى المنتخب البرتغالي مباريات الدور الأول في المركز الثاني خلف إسبانيا
التي تصدرت المجموعة الثانية وكاد أن يغادر منافسات المونديال من الدور الأول بعد أن خرج متعادلا أمام إيران. ومن جهة أخرى يواصل المنتخب الأرجنتيني تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الفرنسي والتي تقام هذا السبت على ملعب كازان أرينا. ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى تأكيد تفوقه على نظيره الفرنسي، إذ لم يسبق لمنتخب الديوك الفوز على نظيره الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم. هذا وتأهلت فرنسا إلى هذا الدور متصدرة المجموعة الثالثة، بينما حلت الأرجنتين ثانية في المجموعة الرابعة. مونديال روسيا 2018 شهد مشاهد ولحظات مميزة ستبقى خالدة من دون شك في أذهان عشاق كرة القدم. اخترنا لكم بعضا منها في هذه الصور.